التكنولوجيا طورت كتير، والهواتف الذكية صارت ذكية كتير، بس قمة الذكاء التليفون اللي بيفهم اللغة العربية. النوت 4 جهاز بيفهم اللغة العربية، بالأسبن تكتب بخط إيدك مثل ما أنك شايف، مع خاصية الخطاط، خط جديد منضاف للخطوط الموجودة، وبرضو فينا نحوله لديجيتو، فبنكتب بخط الإيد العادي ومنحوله لديجيتو. النوت 4 جهاز بيفهم لغتك.